اختتمت فعاليات الورشة التحضيرية لمنتدى شباب العالم والذي عقدت تحت عنوان التعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي. وأوصت الورشة التدريبية بعدة مقترحات من بينها إعداد تصور مقترح لمبادرة تقودها المؤسسات الدولية المختلفة لتمويل ودعم التعليم قبل الجامعي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالدول النامية، ومبادرة لتأهيل 1,000,000 معلم بإفريقيا على تعلم مهارات التدريس لعالم ما بعد جائحة كورونا. احنا الورشه بتاعتنا مقسومه موضوعين اساسيين. الموضوع الاولاني يعني كان عن الاثر كوفيد او الجائحه على التعليم، وطبعا التحديات اللي ترتبت على الجائحه على التعليم شملت اكتر من شكل، يعني جزء منها شمل المعلمين، دورهم الجديد، مسؤولياتهم، المهارات اللي هم محتاجينها اللي لازم يبقوا عندهم عشان يقدروا يتعاملوا مع الطلبه في المدارس دلوقتي. في جزء ثاني كان خاص بالتكنولوجيا، احنا دلوقتي بقينا مضطرين احنا نتوسع باستخدام التكنولوجيا في التعليم، بس في نفس الوقت ده ليه اثر، زي ما ليه اثر ايجابي ليه اثر سلبي كمان، ومحتاجين احنا نواجهه. في كمان أثر تانية ليها علاقة بالتمويل، يعني احنا كنا بنتكلم على نقطة مهمة قوي او ايش مهمة قوي، احنا اصلا قبل الجائحة كان في دول عندها مشكلة في انها تقدر تحط او تقدر تصمم تمويل كافي لانها تدعم التعليم عندها، خصوصا الدول النامية. وبالتالي لما حصلت الجائحة حصلت الفجوة او الجاب اللي حصلت بين الدول دي زادت اكتر ما قلتش. التوصيات العالمية دلوقتي اللي خارجة بتتكلم بان هو لازم الدول تدعم اكتر تمويل التعليم عندها، بس احنا بنتكلم ان في جاب بين الدول. فالنهارده كنا بنتناقش في الايشو دي، ازاي ممكن نحلها او ازاي الدول الغنيه والمؤسسات الدوليه ممكن تدعم حاجه زي كده. النهارده الحقيقه الجلسه كانت بتتكلم عن محورين اساسيين، وهي الجلسه بعنوان تعليم ما بعد الجائحه.